كم كان المرتب شهريا؟ مرتب شهريا كان في العادي 10,500 جريفن إلى 11,000 جريفن في العادي، أما في الصفوف الأمامية كان 30,000 جريفن. أنت كم كنت تستلم؟ لأني بقيت في الصفوف الأمامية فقط شهر ونصف كده، حصلت فيه على المرتوب العادي، لكن كان في الشهر المقبل حصل 30,000. يعني في الشهر 30,000 جريفن. صح. بالدولار كم بالدولار؟ دو ألف 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 وسبعين دولار ألف. الصفوف الأمامية في أي منطقة؟ في منطقة بابلوبل. ما هي رسالتك لمن يريد الانضمام إلى الجيش الأوكراني، إلى الكتائب المتطرفة ككتيبة أزوب وغيرها، ما هي رسالتك؟ حبيت رسالتي لجميع اللي يعني حابين يجوا لأوكرانيا بس للتطرف وكذا، أوكرانيا ليس مكانكم. يعني أنتم بتيجوا لأوكرانيا بتشوهوا صورة البلد، واللي حبيتوا أن تطرفكم بتفعلوا تطرفكم وتقتلوا وتبيدوا، يعني هذا هو مكانكم. يعني ما هي التربية عندك في البيت؟ هل أنت من عائلة مسلمة مسيحية يهودية؟ بداية نعم، كنت في بديت في عائلة يعني مسلمة، بس أنا فكر الديني يعني منفصل، فكر الديني أنا أغنوستيك، يعني بآمن بجميع يعني الديانات، يعني كل ديانة بعطيها فرصتها، يعني مو بقول أنا مسلم ولا كذا، بس أنا بحترم جميع الديانات، بس مو ملحد، مو بقول مو في إله، يعني أنا بعرف أن في شيء، يعني مو بعرف، بس هناك من يتحكم، بس مو بعرف. هل تود توجيه كلمة لأهلك؟ بالدارجة. بالدارجة. سلام ماما، سلام بابا، أنا دابا في كلشي عندي مزيان، ما تخافوش عليا، درت داكشي اللي بغيت في حياتي، ماما ما تخافيش عليا، كلشي غيبقى مزيان وكلشي غيكون مزيان. كنت منتدى واحدا عشت في الأوطان للأولى عنوان تلقى كل جنان ذكرى كل لسان بالروح بالجسد هب فتاك لب نداك.